الآن أريد أن أناقش حال أحد المسائل اللي كانت واجب بشابتر 2، اللي هو هذا السؤال المطلوب بي، اللي قال أنه المحصلة مال مجموعة هاي القوى، محصلة هاي القوى تمر بنقطة B، فيريدنا نوجد الـ equivalent force couple system at O. يعني جاي يقول لنا المحصلة مال هاي القوى تمر بنقطة B، بعدين يقول لنا أوجد القوة والعزم المكافئ بنقطة O. بمعنى ننقل المحصلة، وين ننقلها؟ ننقلها إلى نقطة O. فأكيد من ننقلها إلى نقطة O، لأنه نقطة O ما تقع على خط تأثير المحصلة، فتنقل كقوة وعزم. خلينا نشوف شلون نحل هذا السؤال. الآن عندي أنا هذا السؤال اللي بيه ثلاث قوة، 2 للأسفل 45 ب 54، ووحدة للأعلى 18 نقطة A، وعندي عزم بنقطة C مقداره M باتجاه عقرب الساعة. الآن أنا راح أطلع أول شيء المحصلة مال هاي القوى. شوف هاي القوى هي كلها ويا الـ Y axis، كلها متجهة ويا الـ Y axis. الـ 54 والـ 45 للأسفل والـ 18 للأعلى، فإذا المحصلة مالتي أنا النهائية تساوي لي مجموع القوى باتجاه الـ Y axis بس، ما عندي بعد شيء ثاني. فإذا الـ R اللي هي المحصلة تساوي لي مجموع القوى باتجاه الـ Y، summation forces in Y direction. فعندي الـ 18 للأعلى ناقص الـ 45 للأسفل ناقص الـ 54 للأسفل، طلعت المحصلة ناقص 18 كيلو نيوتن. شنو معناتها؟ معناتها هاي المحصلة وين اتجاهها؟ للأسفل. حسبت المحصلة 81 كيلو نيوتن للأسفل. راح أثبت الآن المحصلة وقيمتها وين على الرسم، مثل ما قايل اللي هو تمر بنقطة O، فأجي أثبتها على الرسم. هاي هي المحصلة، هاي هي المحصلة اللي ويا الـ Y direction، قيمتها 81 كيلو نيوتن وين؟ للأسفل، وتمر بنقطة O. الآن المطلوب مني شنو؟ أنقل هاي المحصلة وين؟ النقطة O، تمر بنقطة B طبعاً المحصلة مثل ما قايل بالسؤال. المطلوب مني هو شو يقول؟ يقول find the equivalent force couple system. هسا الـ R هاي تعوض عن كل ذول، عن كل هاي المنظومة اللي هي القوى والعزم M، بس من أنقلها النقطة O لازم أنقلها كقوة وعزم. الآن هذا هو البيم مالتي، هذا هو البيم، راح أنقل المحصلة هاي R وين؟ النقطة O. نقلتها النقطة O، نفس القيمة نفس الاتجاه، لكن O ما تقع على خط تأثير الـ R اللي مر بنقطة B، فلازم أضيف وياها عزم اللي هو قيمة المحصلة في ذراعها. ذراعها شقيت؟ 1.2 ناقص 0.9 يعني 2.1، في 81 ينطيني عزم باتجاه عقرب الساعة. هذا هو العزم باتجاه عقرب الساعة اللي جاي من حاصل ضرب المحصلة في ذراعها عن نقطة O، ينطيني 170.1 كيلو نيوتن في المتر، طبعا clockwise. اللي هنا انتهى السؤال مثل ما رايد هو. شوف بالحل احنا ما احتاجينا قيمة نحسب M، ما احتاجينا نحسب M، لكن M وجوده حسب هاي المنظومة ضروري حتى يخلي R تمر بنقطة B. يعني لو مثلا لو ما كان M موجود احتمال R ما تمر بنقطة B، تمر بغير مكان. المهم أنا حسبت المحصلة ونقلتها النقطة O، بس نقلتها كقوة وعزم لأن نقطة O لا تقع على خط تأثيرها اللي يمر بنقطة B. خل نفرض الآن السؤال كان يريد مني بعد، خل نفرض أنه أحسب قيمة M،
الآن بعد أن نقلت المحصلة، يعني لحد هاي الخطوة، بعد أن نقلت بعد أن رسمت المحصلة أو حسبتها، بعد أن حسبت المحصلة وثبتتها بنقطة بي مثل ما قايل بالسؤال، أريد أحسب قيمة أم الآن. فإحنا أم هو ضمن منظومة هاي القوى، وإحنا أخذنا قاعدة أنه عزم المحصلة حول أي نقطة يساوي مجموع عزوم منظومة القوى حول نفس النقطة. فأنا أريد الآن أوجد قيمة أم هاي، اللي طبعاً وجودها شنو يضمن أنه المحصلة وين تمر بنقطة بي مثل ما قايل بالسؤال. فمرة راح أحسب قيمة أم بطريقتين، مرة راح أخذ عزم حول نقطة O moment about O وأقول الاتجاه اتجاه عقرب الساعة هو الموجب. الآن الطرف الأيسر شي يمثل لي عزم المحصلة، الطرف الأيمن يمثل لي مجموع عزوم منظومة القوى حول نقطة O. عزم المحصلة 81 في ذراعها 2.1.9 زائد 1.2. نجي النوت، هاي القوة الآن ما سبب عزم لأنه تمر بنقطة O، فعزمها صفر. ال 18 تسبب عزم سالب باتجاه عكس عقرب الساعة، قيمته 18 في 1.2. ال 54 تسبب عزم موجب، قيمته 54 في 3 0.9 زائد 0.9 زائد 1.2. هذا الام هم العزم مالته موجب لان باتجاه عقرب الساعة، فزائد ام اللي احنا طبعا نريد نحسبه. الآن من هاي المعادلة أقدر أحسب قيمة أم اللي صارت 29.7 كيلو نيوتن في المتر. شلون حسبتها؟ أخذت عزوم حول نقطة O من مبدأ عزم المحصلة حول أي نقطة يساوي مجموع عزوم منظومة القوى حول نفس النقطة. من أقول منظومة القوى أقصد القوى والعزوم إن وجدت، مثل هسه العزم هذا أم اللي موجود. الآن راح أحسب قيمة أم آخذ عزم حول نقطة بي، حول نقطة بي مومنت أباوت بي، وأيضا اتجاه عقرب الساعة هو الموجب. فالمحصلة الآن شقد ذراعها؟ ذراعها صفر لأنه تمر بنقطة بي، فواحد وثمانين في صفر. أجي النوب، الخمسة وأربعين هاي تشتغل بعد، سبب لي عزم سالب عكس عقرب الساعة، دراها 2.1. ال 18 تسبب عزم موجب باتجاه عقرب الساعة، دراها 0.9. وال 54 تسبب عزم موجب باتجاه عقرب الساعة، دراها 0.9. والام ايضا عزم موجب زائد ام. هسه لا، هاي المعادلة لازم تعطيني نفس النتيجة، لانه انا وين ما اخذ عزم لازم احصل نفس النتيجة للأم. فإذا أحسب قيمة أم راح يطلع لي أيضاً 29.7 كيلو نيوتن في المتر. واحد يقدر هنا ياخذ مومنت أباوت سي، أباوت سي فقط تضيع القوة الأربعة وخمسين ما تشتغل بعد لأن تمر بنقطة سي، وهكذا. هذا السؤال علمني شلون أحسب المحصلة وإذا نقلتها شي يصير، وأيضاً ضفنا عليه هاي الإضافة شلون نحسب هذا العزم أم.